مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. في بعض الأحيان يرتكب المهندسون أخطاء. لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل كيف يمكن للمحترف أن يسمح بمثل هذا الخلل الواضح في مشروع مهم. ولهذا جلبنا لكم اليوم في هذا الفيديو أغلى أخطاء العمال والمهندسين، فابقوا معنا لمتابعة ذلك. لكن وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. جسر تاكماناروز. ما الذي يمكن فعله إذا كانت الأخطاء في الحسابات خطيرة لدرجة أن الجسر يتأرجح حتى في غياب الناس عليه فقط من الرياح؟ تم افتتاح جسر تاكماناروز المعلق في الولايات المتحدة في عام 1940، وفي ذلك الوقت كان الجسر الثالث الأطول في العالم. بعد الافتتاح أصبح من الواضح أن الجسر تم بناؤه بأخطاء حرجة، إذ هبت الرياح من الجانب إلى الآخر، يتأرجح الجسر صعودا وهبوطا. وعلاوة على ذلك كانت اختلافات ارتفاع الجانبين ببساطة ضخمة ووصلت عدة أمتار. هذا من المستغرب، ولكن لم يتم إغلاق الجسر للإصلاح، وحتى أكثر من ذلك سمح باستخدامه. السائقين ربما أخذوا الأمر كتحدي أكثر شجاعة أو رغبة في القيادة بالمنطقة الخطيرة على الجسر. ومع ذلك لم تكن هنالك حوادث خطيرة بسبب وزن السيارات. بعد بضعة أشهر حدث إعصار والجسر لم يتمكن من الصمود. انهار جزء كبير من الهياكل ببساطة في الماء، وسقطت الألواح الخرسانية والأجزاء الحديدية التي تمزقت من الجسر. قاعة حفلات والت ديزني. عند تصميم المشاريع يرتكب المهندسون أحيانا أخطاء في المبنى، مثل ما حدث في قاعة حفلات والت ديزني في لوس أنجلوس. تم بناء المبنى على شكل كومة من المكعبات المعدنية التي يبدو أنها تذوب في الشمس وتنحني كل منها بطريقتها الخاصة. لم يأخذ المهندسون ببساطة في الاعتبار أن هذا المبنى سيشعل غضب السكان المحليين في شققهم، ولن يكونوا متحمسين على الإطلاق للمشروع. بعد كل شيء بسبب استخدام المواد العاكسة والشكل المحدد للتفاصيل، فإن قاعة الحفلات الموسيقية هذه لم تسخن نفسها فحسب، بل رفعت أيضا درجة الحرارة حولها بعدة درجات، بما في ذلك في المباني السكنية. بالطبع لا أحد يريد أن يشوى في شقته الخاصة. تم افتتاح قاعة الحفلات الموسيقية في 2003، وفي عام 2005 تم إغلاقها، ولكن لم يتم هدمها، بل تم طلاء جدران المبنى بمواد خاصة تمنع التأثير العاكس للطلاء. هذا كلف الكثير من المال، لكنه سمح بتصحيح الوضع. جسر الألفية. على سبيل المثال، جسر الألفية الذي افتتح عام 2000، يمتد هذا الجسر على نهر التايمز، وكان من المفترض أن يكون زخرفة حقيقية في لندن الحديثة. بفضل مزيج من عناصر رقيقة من الصلب والزجاج على أجزاء من الدرابزين، بدأ انعدام الوزن. والآن تخيل المشي على مثل هذا الجسر وتشعر فجأة بأنه بدأ في التميل من جانب إلى آخر تحت قدميك. كل خطوة تسبب زلزالا صغيرا يجعلك تجلس تراقب كيف يندفع الماء البارد في التايمز. اتضح أنه عند إنشاء الجسر تم السماح بأخطاء حرجة، نظرا لأنه بدأ التأرجح تحت أرجل عدد من الأشخاص والسياح، وأصبح يمثل تهديدا خطيرا للتصميم. نتيجة لذلك فقد تم إعادة غلقه بغرض الإصلاح بعد يومين فقط من الافتتاح. غير ذلك سيكون من الممكن السماح للناس بالعبور في مجموعات صغيرة، وهذا من شأنه أن يسبب هرج ومرج مماثلة لساعات الذروة في مكان ما في نيويورك. لحسن الحظ تم القضاء على الخطأ، والآن لا توجد مشكلة التأرجح. مركز أعمال ووكي توكي. في مركز أعمال شاهق يسمى ووكي توكي، كان تأثير مشابها ولكن أكثر تدميرا. يحتوي هذا المبنى على طوابق 37 وتصميم مبهر. خلال السعي خلف موضة التصميم الحديث، جعل المهندسون الهيكل مقعرا على الجانب الجنوبي ووضعوا ألواحا زجاجية عاكسة هناك. أدى ذلك إلى حقيقة أن المبنى يسخن كل شيء حوله من الجانب الجنوبي، لأن أشعة الشمس كانت تنكسر في مسدس حراري كبير. في بعض الأماكن ارتفعت درجة الحرارة إلى 70 درجة مئوية، وأحيانا وصلت إلى 117. في المقهى على هذا الجانب
ذاب الأثاث والسيارات المتوقفة إلى الجنوب من المبنى تدهورت. وبطبع بالنسبة للناس مثل هذه الزيادة الشديدة في درجة الحرارة كانت أيضا غير مفيدة أو غير مريحة، ولم يتم حل هذه المشكلة حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات. عربات القطار. تخيل وضعنا عندما تخصص الدولة ببساطة موارد مالية لا يمكن تصورها لمشروع ذي أهمية وطنية، ونتيجة لخطأ يتغير كل العمل على نطاق واسع. هذا هو بالضبط ما حدث في فرنسا عام 2014. كان من المفترض أن تتلقى سكك الحديدية في البلاد 2000 عربة جديدة مريحة وحديثة، لهذا خصصت قيادة البلاد 18 مليار يورو مثل الميزانية السنوية لبعض البلدان الصغيرة. ولكن العربات كانت عريضة جدا، أي ببساطة لا تتناسب مع المنصات. المهندسين إما ارتكبوا خطأ أو لم يولوا اهتماما للبيانات غير الصحيحة. وجد المسؤولون مخرجا، ولكنه مكلف أيضا مقابل 70 مليون يورو. كانت العربات قادرة على التغيير بحيث يمكن استخدامها، وما كان عليهم القيام به هو قطع 3 سنتيمترات من هيكل كل منها. تخيل أن خطأ 3 سنتيمترات كلف الدولة 70 مليون يورو من التكاليف المباشرة، وبالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن التوقف. بريدج وترابلايس. الخطأ الهندسي التالي يأتي بتأثير غير متوقع، ومرة أخرى في إنجلترا، ولكن الآن غرب يوركشاير، حيث تقع ناطحة سحاب بريدج وترابلايس. منح هذا المبنى عام 2008 لقب أكثر بشاعة في أوروبا. الكثير من هذه المشاكل لا تقتصر على حقيقة أن جزء من المبنى ملتوي جزئيا، بل تم إنشاء جزء من هذه المشاكل في الجزء السفلي من المبنى. المبنى يثير ريحا بقوة هائلة، فتخيل بضع عشرات من الأمتار بعيدا يكون الطقس عادي، ولكن الأمر يستحق الاقتراب من المبنى وستشعر بإعصار حقيقي يقرعك من الأسفل. يمكن أن تكون السماء صافية وفي الشارع المقابل الأوراق مستلقية بهدوء على الشارع، لكن هناك عليك التمسك بعمود حتى لا ترميك الرياح في مكان ما تحت السيارات. من المضحك مشاهدة هذا، ولكن فقط حتى تعلم عن الإصابات التي تلقاها العديد من المرة. السلطات بدأت تتصرف فقط عندما قلبت عاصفة من الرياح سيارة، ونتيجة لذلك تم تقييد حركة المرور على جانب واحد من المبنى. في الواقع المبنى بشكل غير صحيح أصاب حركة المرور بالشلل في الشارع. مركز تكنولوجيا الحاسوب. بعض الخسائر من التصميم المعماري الخاطئ عادة ما يكون من الصعب جدا حسابها، ولكننا نعرف البيانات عن واحد منها، مركز تكنولوجيا الحاسوب والبحوث، والذي يقع في جامعة ماساتشوستس. يبدو غير عادي جدا ومبتكر، خطوط متفاوتة من نوافذ ذات تحولات حادة الارتفاع وزوايا على جانب واحد وشكل مستدير. من جهة أخرى كل هذا أمر مثير للدهشة ويبدو مستقبلي، لكن عملاء المشروع رفعوا دعوى قضائية ضد المهندس المعماري فرانك إيجري بسبب عدد من الأخطاء في التصميم، لأن هذا المبنى غير عملي للغاية. وفي السعي وراء الابتكار داس المهندس المعماري ببساطة على معايير البناء، وبعد بضع سنوات بدأت الشقوق الضخمة في الظهور على الجدران، ويمكن أن يبدأ المبنى ببساطة في الانهيار بوتيرة مرعبة. لكن هذا ليس كل شيء، لاحظ أشكال الزوايا التي تعلق على ارتفاع كبير. تخيل ذلك، يظهر في فصل الشتاء رقاقات جليدية طويلة وحادة يمكن أن تسقط عليهم بسبب شكل المبنى، وعندما تسقط من ارتفاع كبير على المرة تشكل تهديدا خطيرا. والآن استعد لصدمة حقيقية لإصلاح المشاكل. أنفق ملك المبنى 300 مليون دولار أمريكي.